حول ولا قوة إلا بالله. ضمن الوصفات اللي كنعطيكم في قناتي قناة تنظيم وطبخ وتدبير تفرح أم البنين، اليوم جبت لكم بنجال مقلي بطريقة مغايرة، مقلي بالماء، كيجي صراحة زوين ومقرمش وفيه لوغو ديال القوام، كيدخلوا القوام. فكرة رائعة صراحة، جربتها من اليوتيوب واستحسنت اني نشاركها معكم. كيف كتبغوا دائما نشارك معكم الجديد ونشارك معكم مسائل اللي كان نجرب في الدار، ومشكورين حتى على ثقتكم فيا وثقتكم في الوصفات اللي كنطرح لكم. هذا يدل على شيء، يدل على مصداقية القناة، يطول عماركم. كنشكر كاع الطفيلات اللي كيتيمشوا لي في تعاليقهم لانهم جربوا المسلة لاول مره، ما زعموا عليها وجربوها لاول مره وصدقت لهم. هذا من فضل الله، من فضل النية الحسنة اللي كانت هي هدف هذه القناة الأساس. واني بكم نخليكم مع تفاصيل هذا البنجال هذا بطريقة مختلفة، خليكم مع تفاصيله. وما تنسوني قبل ما تشوفوا الفيديو تعدلوا لي جيم وتشتركوا معايا في القناة إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة، وإلا كنتوا من المشتركين ما تنسوني الاشتراك، مع تشاركوا هذا الفيديو هذا مع أصحابكم ليصل للجميع. واني بكم خليكم مع التفاصيل. اول خطوه كنقبض الدنجال وكنقطعوه قطع دوائر، قطع مويان، وكنعدلوه في الماء ونعدلوا الماء كيف شفتوا، نخلوه بهذه الطريقه هذه مرقد في ذاك الماء اللي فيه الملح. من بعد مباشره كنقبض الدقيق كنعدل فيه، انا تخلط الخليط، كنعدل فيه الملح والخرقوم ونخلطه مع الدقيق. صافي مباشره كنقبض هذاك الدنجال وكنصفيه من هذاك الماء، وكنمشي به مباشره في الدقيق. الزيت انا هون حمام زيت راني درتو كيحمى. صافي كنمرمد هذاك الدنجال مزيان في الدقيق، كنغطسو في اناء فيه الماء كيف شفتو، وصافي كنقلوه مباشره كيف شفتو. نعاود معكم وحده ثانيه، مين رفدتها من الماء والملح سستها ومرمدتها في هذاك الدقيق مزيان، صافي ندخلها في الماء وكنقليها مباشره. صراحه طريقه زوينه وعجبتني، وكيخليه فيه واحد النوع من القرمشه جديده. هنا خليته كينقلى يعني يتحمر من واحد الوجه، وقلبته الوجه الثاني. صافي من كينقلى وكنقلعهم ونعدلهم في حال. اللي عدلت معكم هو هذا، كنتمنى الحلقه ديال اليوم تنال اعجابكم. وصراحه هذا الدجاج صدقوني كيجي فيه واحد الطعم رائع جدا ولذيذ ومقرمش ما شاء الله. الله يسهل على مولاتو اللي عطاتو لنا. واني بكم الى حلقه قادمه ان شاء الله.